محمد، يعني مثل ما أنت تعرف العمل تعرض لانتقادات، وبالأخص يعني الفنانة هيا شعيبي تعرضت لانتقاد جدا قاسي وغير مبرر. شنو السبب؟ هل السبب من مثلا القصة أو المؤلف أو المخرج أو الكاتب، استعجال العمل، الظروف؟ هي مظلومة، شنو السبب؟ أنا أتكلم بشكل عام، بالعام هذا الكلام اللي انقال عن مليار ريال انقال عن كل عمل. الكلام اللي انقال عن مليار ريال انقال عن كل عمل درامي، أنا ما قاعد أدافع عن مليار، مليار فيه أخطاء، في نقص، في طحنا بنقص بالتايم، طحنا بمشاكل، بس الكلام اللي انقال عن مليار انقال عن غيره من الأعمال. للأسف الشديد النقاد عندنا إذا بينتقدون عمل نفس النقد يقولون على كل الأعمال بالضبط. دائما عندهم كلمة شنو الجديد، شنو الرسالة، شنو الهدف، ما ينطروا لحلقة 30. بس هم سلطوا الضوء على هيا شعيبي يعني بالذات، انه يعني مسلطين الضوء عليها ان هي ما قاعدة تقدم كوميديا مضحكة، ويعني هجوم قاسي جدا، يعني ما حد يشكك في كوميديا هيا. اي هجوم قاسي غير مبرر، انا اقول والهجوم اللي تعرضت له هيا شعيبي اصلا انا بوجهة نظري انه وايد انظلمت. هيا شعيبي هيا شعيبي طلعت بصورة وايد حلوة لانها طلعت بعفويتها، طلعت بشخصية هيا شعيبي. صح يعني صح كلامك. لو هيا شعيبي مثلا، احنا نقول الحين مثلا، الحين لو انتم كقناه اعلاميه واعلاميين تعرفون لو العمل ما كان مشاهد، ما كان مقبول، كان وقفوه، ما حطوه فتره ذهبيه ومستمر لليوم. يعني مليار ريال ينعرض بعد الفطور، والعاده تكون وقت السحور الساعه 2 بالليل. صح كلامك. فالكلام اللي توجه حق هيا شعيبي واضح ان هيا شعيبي كانت مقصوده لانها هيا شعيبي مو لنا شخصيه اخرى. صح. انا ما ابي ادخل بالنوايا، لكن انا اللي استنتجته وشفته ان الكلام مقصود فيه هيا شعيبي. صحيح محمد، ما كان مقصود فيه شخصية هيا شعيبي في مليار ريال. صحيح. ومع الأسف محمد أن كل ناجح بهذه الفترة محارب ويتم انتقاده بشكل كبير، وهذا دليل على نجاحها النجمة هيا شعيبي. نوجه لها أحلى تحية وما عليها من أحد، وهي مكملة وفنانة نحبها، وما في أحد يقدر يشكك على كوميديتها وأيضا طيبتها.